زين العابدين من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخي زين العابدين، حياكم الله. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. إن شاء الله. بلغونا الأخوة أنكم تريدون إعلان تشيعكم. نعم إن شاء الله. حياكم الله أخي زين العابدين، منذ متى بدأت البحث عن الحق وكيف اقتنعتم بالحقيقة؟ تفضل. نعم، أنا أولا أريد أن أقول لم أكن أتصور يوما ما أني سأصبح شيعي. أنا أسمع دائما الشيعة مشركون، الشيعة محرفون القرآن، الشيعة يعبدون القبور إلى آخره من كلمات لا أريد أن أقولها على الهواء. نعم. ولكن ذلك لم يمنعني من أن أسمع يعني كلام الشيعة، بخاصة نحن عندنا كثير من الشيعة في مدينة قعد، ما كنت معهم على في اتصال معهم وكانوا يتكلمون، وقلت لماذا لا أذهب لأتثبت من كلامهم. فأول شيء جاء الذي تركني أتعمق في البحث هو حديث الذي فيه صيغة تركت فيكم أنتم استكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه، وبطريق آخر وسنتي. المهم أنا استثبت في هذا الحديث، وجدت أنه ضعيف من طريق فيه إسماعيل ابن أبي أويس، وجدته ضعيف، وفي طريق آخر وجدت الطلحي، صالح الطلحي، موسى بن صالح الطلحي. المهم فأنا تثبت في حديث عترتي أهل بيتي، وجدته موجود في سنن الترمذي، وجدته أيضا في صحيح مسلم، لكن بصيغة أخرى، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. ونعم وكثير من الأشياء، يعني مثلا لم نكن نسمع عائشة حاربت الإمام علي، لم نكن نسمع أن الإمام الحسن منع من الدفن بقرب من أبيه محمد صلى الله عليه وآله، يعني جده محمد صلى الله عليه وآله. وهناك حديث عن عمار بن ياسر. نعم. الذي جعلني ما يعني معاوية سقط من عيني عندما سمعت هذا الحديث، هو ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم. في صحيح البخاري. نعم، وكثير من الأحاديث التي واضحة يعني لا غبار عليها. نعم، هل كان لديك ردة فعل لكتمان هذه الأحاديث عنك عندما كنت بكري؟ نعم. هل كان لديكم ردة فعل عندما تفاجأت بكتمان هذه الأحاديث عنكم؟ بالطبع هو الذي يعني جعلني متحيرا، لماذا عندما تسأل يعني إمام جامع أو أي شخص يعني عن هذه الأحاديث يقول لك لا أترك الصحابة تعاركوا في بعضهم، مش ما تسألش عليهم، لا تسأل عليهم، خليهم نحن المهم نتبعوهم. أنا قلت لماذا هذا التنفر من تاريخنا الكل، لماذا فيه تاريخ حتى ننفر منه؟ أحسنت معكم سماحة الشيخ، تفضل. عندك إضافة؟ تفضل. إن شاء الله يكفي هيك. نعم، معكم سماحة الشيخ، تفضلوا. بارك الله بك يا أخانا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله. أحبك في الله. أحبك الله ورسوله وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. حفظكم الله شيخنا إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله وحيا أهل تونس. وأنا فخور بهذه القراءة التي قدمتها وبهذا البحث، وخاصة أنك ذكرت أن مفتتح يعني بحثك الذي قادك إلى التشيع هو حديثه صلى الله عليه وآله
ووصيته الخالدة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الحمد لله الذي كشف لك أن الحديث المكذوب هو الذي استبدلت فيه لفظة أهل بيتي بلفظة وسنتي، وإن شاء الله تكون كلمتك هذه مبصرة ومنيرة لأذهان بقية المسلمين لكي يحذو حذوك إن شاء الله تعالى. أنا أريد أن أسأل سؤال شيخي لعلماء السنة أو للعوام ولكل الناس. نعم. لماذا تذكر هذه الصيغة ولا يتثبت فيها؟ صحيح. يعني علماء أئمة الجامع الأساتذة المعلمين دائما تسمعهم يقولون هذه الصيغة، يعني لم يتثبتوا من صحتها، وأن يقول أن التثبت في صحة هذا الحديث أسهل من السهل، بضغطة واحدة في الإنترنت يمكن أن تجد في كل في المصادر السنية قبل الشيعية مدى ضعف سندها. سبحان الله. نعم كلامك صحيح، وطبعا يعني لماذا تجدهم حتى في خطب الجمعة وفي الإعلام وفي المناهج الدراسية: الحديث هو كتاب الله وسنتي، مع أن أحدا لم يصحح هذا الحديث قط، ويهملون الحديث المستفيض بل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله الذي فيه قوله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي. السبب واضح يا أخانا الكريم، أنهم لا يريدون للناس أن تتشيع، مسألة واضحة. هؤلاء يفعلون كما فعل اليهود من قبل، يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، هذا الذي يفعلونه. اليهود ماذا كانت مشكلتهم؟ لما كان يجابههم المسلمون بأنه في كتبكم الإنباء والبشارة بظهور خاتم النبيين وأنه هذه صفته، بل إن اسمه مكتوب عندكم، كانوا ينكرون وكانوا يحرفون إلى أن حرفوا لفظ المحمود إلى لفظة البارقليطوس اللي الآن تجده في الأناجيل أو في هذه الكتب الأناجيل المحرفة الآن، تجدهم وضعوا مكانه إما بارقليطة أو فارقليطة، يعني غيروا اللفظة. المسألة واضحة، إنهم لا يريدون للناس أن يسلموا، لذلك كتموا اسم النبي صلى الله عليه وآله وكتموا البشارات التي تدل عليه. فكذلك الحال عند الطائفة البكرية، وهي شقيقة مع الأسف للطائفة اليهودية في كثير من الجوانب، إنها تخفي أمر أهل البيت، ويتلاعب الكهنة مع الأسف بالأحاديث الشريفة الواضحة التي تدل على أحقية أهل البيت وأنهم القيادة الشرعية لهذه الأمة وإمامة هذه الأمة. هل تريد إعلان تشيعكم أخي زين العابدين على يد سماحة الشيخ الآن؟ بالطبع إن شاء الله. نعم. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله.
أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. هناك الله بموالاتك لأهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله وجماعك بهم في الجنة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أحسنت. تفضل أخي زين العابدين. أنا أريد أن أقول شعوران يبدو أن أحد من الذين كانوا شيعة عن آبائهم لا يشعرون به، هو التحول من عقيدة إلى عقيدة حيث يضيق تضيق عليك الدنيا، حتى لو لا تريد أن تضع رأسك على الفل لا يمكن أن تركز أفكارك، لا يمكن أن تفعل أي شيء. والشعور الثاني هو عندما في بعض الأحيان عندما أتذكر أني أصبحت مواليا لعلي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام الذين جعلهم الله أئمة لنا حتى نتخلص من الفرقة والاختلافات، أفرح فرحا شديدا وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة الواسعة. وإن شاء الله كل إنسان رأى ولو بصيصة نور معناها يعني من التشيع أن يبحث في هذا وينظر في الكلام الذي قيل عن التشيع ويتأمل فيه رويدا رويدا، وسيكتشف الحقيقة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. وشكرا جزيلا. بارك الله بك. بارك الله. هنيئا لك أخي زين العابدين. شكرا لكم. حياكم الله يسدد خطاكم ويحفظكم إن شاء الله. وأنتم كذلك إن شاء الله.